من الجزائر ينضم إلينا نور الدين ختال الكاتب والمحلل السياسي. سيد نور الدين أهلا بك. ألم تعد مسيرات الجزائريين كل جمعة كافية لتحقيق مطالبهم التي على رأسها رحيل رموز نظام بوتفليقة السابق؟ مرحبا بك سيدتي الكريمة. بالنسبة للجمعات هذه أصبحت عادة عند الجزائريين، والهدف ليس التظاهر لأجل التظاهر، بل من أجل إبقاء الضغط على السلطة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب الحراك. ذلك أن الحراك عندما بدأ يوم 22 فبراير كان في البداية كان التحدي هو وقف العهدة الخامسة، ثم أصبح التحدي هو إلغاء تمديد رئاسة الجمهورية لتمديد العهدة الرابعة، ثم بعد ذلك رحيل الباءات الثلاثة، وهم يعني ورحل أحد ثلاثة وبقي الاثنين سيرحلا بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير. لهذا فالتواجد الشباب في الشارع حاليا من أجل التأكيد على المطالب، من أجل الحرص وحماية هذه المكتسبات، يعني لأنه حققت بعض المكتسبات بقت مكتسبات أخرى، وهي أن تقام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في إطار نظام آخر عدا نظام بن صالح وبدوي. لهذا فوجود الشباب في الشارع بالنسبة طيب لماذا هناك تخوف في الحكومة في الأوساط الجزائرية من بقاء الحكومة الحالية المؤقتة التي ذكرتها سترحل بعد شهرين ونصف؟ هل من ضمانات أنها سترحل؟ لماذا التخوف من بقائها؟ الإشكال نعم صحيح، سؤال جيد. الإشكال أنه خلال هذا الشهرين ونصف نعم يعني المدى 104 لا يمكن إقالة الحكومة، ولا يمكن أيضا إقالة رئيس الدولة، بل في العكس يمكنهما الاستقالة بمحض إرادتهما. لكن الإشكال هو في أنه خلال هذا الشهرين ونصف المتبقيين من عهدة الرئيس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أن هذه السلطة هي التي ستقيم الانتخابات الرئاسية، وهنا يقع التخوف، لأن السلطة في عهد يعني في الجزائر منذ الاستقلال الجزائر لم تعرف أي انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، عرفتها لمرتين سنة 1990 و 1991، ثم انقلب الجيش على إرادة الشعب الجزائري. لهذا هذا هو التخوف من أن تقيم هذه السلطة الانتخابات ثم تفرض. طيب هل بقي لرئاسيات الشعب الجزائري؟ لهذا هل بقي لرئاسيات بن صالح في الرابع من جويلية، الرابع من يوليو، معنى مع تصاعد رفض المؤسسات القضاء، أقصد هنا القضاء والبلديات، المشاركة في عمليات الإشراف والتنظيم، وأيضا رفض الشارع الذي هو أهم عنصر هنا لهذه الانتخابات؟ بالنسبة للقضاة، الجمعية جمعية القضاة ونادي القضاة الذي رفض الإشراف على الانتخابات تم عزل كل القضاة، لأنه هذه يعني هناك في الجزائر هناك يعني نادي كبير للقضاة ومعروف ومعتمد، وهناك نادي صغير تم إنشاؤه قبل تقريبا شهر ويضم عدد بسيط من القضاة. هؤلاء هم الذين النادي الصغير هو الذي قال أنه سيعارض الإشراف على الانتخابات وتم عزل هذه القضاة. بالنسبة للبلديات نفس الشيء، يعني البلديات ليست كل البلديات، البلدية الجزائر فيها 1500 بلدية، لكن البلديات لحد الآن التي قيل أنها لن تشرف على الانتخابات، هناك بعض البلديات في الجزائر العاصمة ممكن 2 أو 3، وبعض البلديات شرق الجزائر العاصمة، وكلها ورؤساء البلديات محسوبين على أشخاص مقربين من الدولة العميقة، في مسمى في الجزائر بالدولة العميقة أو الرجال المخابرات، لهذا رجال المخابرات سابقا. لهذا فهؤلاء أيضا فيما يتعلق بالبلديات يعني عددهم بسيط جدا، ويمكن إجراء انتخابات رئاسية، وحتى يمكن أيضا للوالي بإقالة هؤلاء رؤساء البلديات الذين. طيب وماذا عن الشعب وماذا عن المتظاهرين الغاضبين؟ نعم صحيح، هذا هو التحدي، هذا هو التحدي الأكبر. التحدي الأكبر هو الحراك، لأن الحراك يعني بعيدا عن الحسابات الضيقة للقضاة وبعيدا عن الحسابات الضيقة لرؤساء البلديات المحسوبين على جناح جنرال توفيق أو جناح الدولة العميقة، بينما الحراك لا، يعني الحراك هناك عفوية داخل الحراك، وهم يريدون أيما يريدون الحرص
على أن السلطة ستلبي مطالبهم وأن السلطة القادمة ستكون من اختيار الشعب وليس من فرض لا من الدولة العميقة والجنرال توفيق وذراعه الاقتصادي سعد ربرب ولا من طرف الجيش ولا من طرف المقربين من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة. يريدون رئيس، لكن هنا نمشي في طريقين متوازيين، مهما كان هذا الرئيس نمشي في طريقين متوازيين. الحكومة ماضية في هذه في خطواتها هذه رغم رفض الشارع لها للحكومة ولإجراءاتها ولقراراتها، وأيضا الشعب ماض في تعنته أو في إصراره برفضه لهذه الحكومة. هل من نقطة نهاية لهذا الطريق؟ نعم، يعني بالنسبة لي هناك بوادر لتقارب وجهات النظر بين الحراك وبين الحكومة، وهذا من خلال أولا إعاز تنظيم الانتخابات إلى لجنة حرة ونزيهة، يعني إلى لجنة حرة ومستقلة. هذه اللجنة تعوض وزارة الداخلية في الإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية، هذا أولا. ثانيا هناك أصداء عن استقالة كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي خلال شهر رمضان، من أجل على الأقل رد جزء من الهوى بين الحكومة من جهة والحراك من جهة أخرى. لهذا فيعني ممكن ستكون هذه المستجدات خلال شهر رمضان، استقالة رئيس الدولة لأن القانون يمنع إقالته، استقالة أيضا الوزير الأول أيضا القانون يمنع إقالته، وأيضا إحالة ملف تشريف الإشراف على الانتخابات بدل من وزارة الداخلية إلى لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. هذا بإمكانه أن يقرب وجهات النظر وبإمكانه أن يرضي العدد كبير من المحتجين. نور الدين ختال، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر.